sur l'état d'avancement de l'écocité Znetza, qui coïncide également avec le lancement de notre campagne de communication annuelle. الصحة والتعليم والتجارة وكذلك السكن هما قاطرات مهمة للمشروع البيئي زنتا. هاد القاطرات اللي هما ذات عندهم قيمة مضافة مهمة، وهاد القاطرات اليوم كيتخدموا بطريقة ملموسة على أرض الواقع، كيتخدموا يعني بفضل شراكات مهمة وقعناها مع مستثمرين أجانب ومغاربة، مستثمرين هاد الشيء غادي يرجع بالنفع على المدينة طبعا وعلى الجهة ككل، ثم على البلد بصفة عامة، ثم كذلك بفضل الأشغال البنية التحتية والطرق اللي فتحناها اليوم وكملنا الأشغال ديالها. اليوم كنا نقولوا بطريقة يعني واضحة أن مشروع المدينة البيئية زنتا يتجسد على أرض الواقع. هو المين هوسبيتال المستشفى الاساسي، هذا حيكون هو المرحله الاولى. احنا هنا في مشروع زناتا في دوله المغرب الشقيقه، ان شاء الله حنفتح مستشفى هنا، مدينه طبيه متخصصه خاصه في مراحل مختلفه. اول مرحله ان شاء الله حتكون مستشفى عام بسعه 300 سرير، مشروع قيمته 100 مليون دولار. هذه المرحلة الأولى إن شاء الله، وأيضا كلية طب خاصة أيضا للمشروع. بالنسبة للمراحل الزمنية إن شاء الله، المرحلة الأولى إن شاء الله حيكون في عام 2022. أول بداية تشغيل أو بداية؟ لا، بداية التشغيل. نعم. أنا الطاقة، أنا التغيير، أنا فضاء التبادل، مدينة كل تطلعات. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.